الوعدة أو اللقاء السنوي ببلدية عسلاب عمار، موعد للزيارة والتلاقي بين الأهل والأحباب وحتى الزوار والسواح القادمين من مختلف ولايات الوطن. قلت لك الوعدة من 1904 بدأوا بها الشوابين، وبكري كان وقت استعمار، كانت الناس العرس تاعو لازم يجيب ويجي على البل، جايب الخيم ويجي هنا ينصب الخيم ويجيب الغنم ويطعم في سبيل الله ويوكل. جاية مبشر هيا والحمد لله، كل عام ان شاء الله جايين وقامين لنا بالخير ان شاء الله. مسعيده رانا نجيو لهذا المعروف هذا نجيو نزورو، هذا العام زوج انا نجيها. الإطعام والكرم شمة أهل عسلا في محيط لا يحلو فيه اللقاء إلا على أنغام الغايطة والبندير وأقوال الشعراء، طبعا على وقع ألعاب الفانتازيا التي يتنافس فيها الفرسان على الإبداع وإمتاع الجمهور. أول مرة نجي لمنطقة عسلا حكوا لي عليها، وأول مرة ندخل ليها، وحاجة اللي عجبتني وخلتني نزيد نبات نهار الثاني هو الضيافة. جيت زاير لهذا الوعدة تاع عسلا، وجيت أول مرة عجبتني ما شاء الله، فيها ناس كرما، فيها ناس الخير، وكلونا نظام. بسم الله بسم الله والصلاة والسلام عليك حبيب الله. أبينا إلا وأن أسلوا لكي نحتفل بهذه المناسبة، والحمد لله يعني المناسبة هذه الوعدة يعني فات في أكمل وجه. وعدة عسلا فرصة لعرض السلع والترويج للمنتوج المحلي والتبادل في مجال التجارية. مدينة تيارت الله يبارك ما شاء الله، وغاشي نرى قايم بالوعدة لباس الحمد لله يا ربي، وراك تشوف التجارة تاعنا راها ماشي خير ربي الحمد لله. احنا رانا هنا ناكلوا في الخبزة هنا يا وقرانا نجوها كل عام. وعدة سيدي محمد المجدوب مناسبة ثقافية يتلاحق بها كل أعراس للتعارف، كلمة شاشة العامة، مناسبة تجارية الناس قاعدة تلاقى مع بعضها والحمد لله. وعدة عسلا كأكبر تظاهرة بالمنطقة أخذت بعدا دينيا وثقافيا وحتى اجتماعيا بفضل حرص أبناء عرش المجدبة على المحافظة عليها في إشارة إلى التمسك بالتقاليد والتراث.